اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام هناك موضوع تقتضيه المناسبة الدينية، وموضوعات تقتضيها الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، ولنبحث في الموضوع الثاني. أيها الإخوة، الإسلام وسطي لا يعرف التطرف، فالإسلام وسط بين المادية المقيتة والروحية الحالمة، بين الواقعية المرة والمثالية التخيلية، بين الفردية الطاغية والجماعية الساحقة، بين الثبات الرتيب والتغير المضطرب، بين الحاجات الملحة والقيم البعيدة، بين العقلانية الباردة والعاطفية المتقدة، بين نوازع الجسد ومتطلبات الروح. أيها الإخوة الأحباب، والإسلام إنساني لا يعرف العنصرية، فالإنسانية إحدى خصائص الإسلام الكبرى، إنها تشغل حيزا كبيرا في منطلقاته النظرية وفي تطبيقاته العملية، وقد ربطت بعقائده وشعائره ومناهجه وآدابه ربطا محكما. فالإنسانية في الإسلام ليست مجرد أمنية شاعرية تهفو إليها بعض النفوس، وليست فكرة مثالية تتخيلها بعض الرؤوس، وليست حبرا على ورق سطرتها بعض الأقلام كوثيقة حقوق الإنسان التي تنتهك في كل زمان ومكان. إنها ركن عقدي وواقع تطبيقي وثمار يانعة. الإخوة الكرام حضورا ومستمعين ومشاهدين، ولكن حينما يسقط الإنسان يتحول عن عبادة ربه إلى عبادة شهواته، وتعتمد علاقته بالآخرين على القوة لا على الرحمة، وعلى العنف لا على التفاهم، وينصرف الإنسان عن العناية بالنفس وتزكيتها إلى العناية بالجسد وإمتاعه، وعن الاهتمام بالمبدأ إلى الاهتمام بالمصلحة، ويتحول المجتمع كله إلى غابة يحس كل واحد فيها أن من حقه افتراس الآخرين، كما أنه من الممكن أن يكون فريسة وضحية لأي واحد منهم. هذا هو مجتمع الغاب أو النظام العالمي الجديد، وحينئذ تظهر العنصرية. أناس أقوياء توهموا أنهم فوق البشر، وأن لهم ما ليس لبقية البشر، ويحق لهم ما لا يحق للبشر، وأنهم مستثنون مما يجب على بقية البشر، وأنهم بنوا مجدهم على أنقاض البشر، وبنوا قوتهم على إضعاف البشر، وبنوا عزهم على إذلال البشر، وبنوا غناهم على إفقار البشر، وبنوا أمنهم على إخافة البشر. هؤلاء هم العنصريون، يكيلون بألف مكيال ومكيال. هؤلاء يتهمون المسلمين بما يروق لهم لإحكام السيطرة عليهم تمهيدا لنهب ثرواتهم.